في حد رغم انه مضايقك جدا بس ندمان انكم مش بتتكلموا؟ يعني حد مضايقك جدا بس انت ندمان ان انتوا مش بتتكلموا؟ هو انا هقول لك في، بس مش هقول اسماء بصراحه. لا احنا مش هنتكلم في الاسامي، اسامي خليها بعدين. في تمام. بصراحه انت بدات طبعا تلعب كوره وانت صغير جدا، هل كنت تتوقع ان انت تلعب في النادي الاهلي يوم من الايام؟ كنت اتوقع؟ لا بصراحه ما كنتش اتوقع ان انا العب في النادي الاهلي بصراحه. ان انا لما في الاول اصلا ما كنتش بحبها زي ما قلت لك في الاول، بس لما خدتها بقى شغلي واكل عيشي والكلام ده كله، قلت ان انا هلعب كوره، بس ما توقعتش ان انا اخش النادي الاهلي بصراحه. مين بيدعمك اكتر، مامتك ولا باباك؟ لا بابايا، مامتي عايزاني ابطل كوره اصلا. مامتي بتعمل كوره خالص. ليه؟ عشان خاطر التعب اللي احنا بنبقى فيه والاصابات وبتاع والكلام ده كله، فهي بتبقى خايفه عليا جدا. لكن بابايا بصراحه موفر لي كل حاجه، تعب معايا جامد فيها يعني، فهو دايما لما يحصل لي دروب ولا اي حاجه، لا هو اللي بلاقيه اول واحد جنبي، هو اللي بيساعدني على كده. بصراحه عمرك زهقت قبل كده من التمرين والكوره يعني بشكل عام، وفكرت يعني انك تقول خلاص انا هبطل كوره بقى، زهقت؟ لا ما حصلتليش. يعني مثلا لما اتصاب مثلا، بقول الحمد لله ده قدر وقضاء وقدر من عند ربنا، فاكيد ربنا شايل لي خير. لا ما فكرليش حته ان انا ابطل الكوره دي خالص. لكن بيجي وقت انت بتبقى عايزه تفصلي، انت فاهماني يعني، بيجي لك وقت كده انت بتبقى عايزه تفصلي فيه من الكوره، ان انت عايشه على طول في ضغط. حياتي كلها عباره عن ضغط، حتى في النادي الاهلي كان كده. النادي الاهلي اصلا هو اللي علمك ازاي تتحمل الضغط. فلا انت بتبقى عايزه تفصلي، بس كده كده بيبقى ليك يوم فري، فاعمل فيه اللي انت عايزه. لكن ابطل دي لا بصراحه ما. طب فرضا انت بطلت بصراحه، شايف نفسك فين بعد الكوره؟ نهار اسود. شايف نفسي فين بعد الكوره؟ هشتغل ايه؟ هشام شعبان هتعمل ايه؟ يعني انت كهشام هتعمل ايه؟ خلاص انت بطلت، قدامك دلوقتي مفيش حلول، مفيش كوره، هتعمل ايه؟ بصي هو ما يعني مفيش حاجه في دماغي دلوقتي بصراحه. بس اللي هو ممكن ابقى مع والدي يعني. اشتغل في البيزنس بتاع والدي. بتاع والدي، لكن انا مفيش حاجه في دماغي دلوقتي. ممكن لو في حاجه في دماغي ممكن اعملها، بس زمان انا كان نفسي ابقى ظابط. يعني انا كان نفسي، كان حلم حياتي ان انا ابقى ظابط. بس مفيش بيزنس معين انت عايز تعمله؟ لا حاليا لا. البيزنس اعمله مع، ممكن ابقى مع والدي، لكن لو بعد كده ممكن يبقى في حاجات تانية، ممكن يعني ممكن افتح حاجات لي انا لوحدي، مطاعم مثلا الكلام ده برضه. هنسال موضوع المطاعم ده بعدين. طيب بصراحه موقف اثر فيك بشكل سلبي جدا وكل ما تفتكره تتضايق؟ لما مشيت من الاهلي. اتعيط. تعيط. انا لما جيلي خلص، الاهلي اداني فرصه ان انا اطلع اعاره لطنطا. هم مشوا كل جيلي وانا اللعيب الوحيد اللي طلعت اعاره من النادي الاهلي. فدي كانت اصلا يعني مدياني ثقه ان الناس فعلا واثقه فيا والناس فعلا عايزاني. حتى كابتن عادل القيعي اتكلم معايا وبتاع وقال لي هتروح وهترجع. قد ايه فعلا الناس كانت واثقه فيا، واثقه في امكانياتي. بس ما حصلش نصيب وما حصلش توفيق في طنطا. فلما خلاص بقى الاهلي قال لي شوف حياتك وبتاع والكلام ده كله، زعلت جامد وقعدت اعيط جامد.